السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي. بالفيديو اليوم رح نتعرف على مشكلة من مشاكل اللي بتصير بغسالة الأوتوماتيك، وهي إصدار ضجيج وصوت عالي. خلونا نشوف مع بعض. طبعا هذا الصوت ما بيظهر الا بمرحلة التعصير وعند وصول المحرك الى السرعات العالية. أصدقائي، بنقوم بفك الغسالة وإخراج حلة الغسيل إلى الخارج وفك الأحجار والمحرك مثل ما عم نشوف بالفيديو، ثم نقوم بفصل الحلة البلاستيك عن بعضها. بهذا النوع من الغسالات تأتي مجهزة ببراغي يمكن فكها. نقوم بعد فك الحلة إلى جزئين بإخراج الحلة الستانلس الداخلية، ثم إخراج الرومانات أو المحامل بالطريقة المناسبة. يمكن استخدام سيخ حديد ومطرقة مثل ما بنشوف والطرق عليهما وإخراجهما. هون هاي المحامل والمانعة أو اللبادة قمنا بإخراجها. نقوم الآن بتنظيف الحلة بشكل جيد. نقوم بتركيب محامل جديدة نفس قياس القديمة مثل ما نشوف بالفيديو، رومان خارجي ورومان داخلي زائد المانعة أو اللبادة، ثم تركيب الحلة الداخلية الستانلس وجمع الجزئين.
نقوم بتركيب السير وتركيب الأسلاك الخاصة بالسخان والمحرك وطرمبة الماء. نقوم بتركيب الأحجار وشدها بشكل جيد. نقوم بجمع الأجزاء العلوية كالفواشة وصمامات الماء والكرت الإلكتروني للغسالة. بعد الانتهاء من جمع الغسالة نقوم بتجربتها للتأكد من جهوزيتها وسماع صوتها بعد تركيب المحامل. أصدقائي، لهون بنكون وصلنا لنهاية الفيديو. تابعوني لتشوفوا فيديوهات جديدة وأعطال جديدة. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.